قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إنه ليس هناك طريق لإنقاذ إيران من دولة الكبت والفساد إلا بإسقاط نظام ولاية الفقيه على حد تعبيرها. وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد رحب ببيان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي أكد إدانة طهران بسبب تدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية. معنا من باريس رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الدكتور صنبرق زاهدي. دكتور زاهدي أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. إذن رغم كل التصريحات للقائد قائد الحرس الثوري الإيراني الذي يؤكد فيها دور النظام إن كان في لبنان أو في اليمن، المعارضة مقتنعة بأن نهاية نظام الملالي باتت قريبة. ما هي المؤشرات التي تدل أو تجعلكم تؤكدون ذلك؟ نعم، بعد التحية لكم إلى جميع المشاهدين لقناة سكاي نيوز. حقيقة إذا أردنا أن نعرف مغزى هذه الأقاويل التي تجري على لسان محمد الجعفري قائد قوات الحرس، أو خامنئي نفسه اليوم أيضا كرر تقريبا نفس الكلام، قال في أي بقعة من بقاع الأرض إذا كانت هناك حاجة فنحن موجودين هناك. أعتقد أن هذه الأقاويل أولا تأتي للحفاظ على معنويات قوات النظام، القوات الخاصة بالنظام، لأن هذا النظام الآن محاصر دوليا وإقليميا على الصعيد السياسي. ثانيا فيما يتعلق بطبيعة هذا النظام وطبيعة ممارساته، أنتم تعرفون أن خامنئي شخصه يسمي نفسه بأنه ولي أمر مسلمي العالم، فهذا معناه أنه يريد كما جاء في مقدمة الدستور الإيراني دستور ولاية الفقيه أنهم يريدون تأسيس الاتحاد الجماهيري الإسلامية على مختلف الدول العربية والإسلامية. ففيما يتعلق بهذا الجانب هذا واضح، وقبل سنوات قائد المقاومة الإيرانية الأخ مسعود رجبي قال أنهم إذا تركتم هذا النظام وما وقفتم في وجهه سيأتي إلى أندلسيا. هذا واضح، لكن أعتقد أن هذه الأقاويل لا معنى لها سوى أن هذا النظام في ورطة كبيرة في داخل الإيران. أنا أقول لكم بعض الحقائق حتى تعرفوا لماذا نحن نقول أن هذا النظام لا يشكل النهاية. اليوم قال وزير داخلية هذا النظام رحماني فضلي وفي حوار مع صحيفة انتخاب، قال في بعض الأيام هناك 150 حركة احتجاج في البلد. أيضا الحرسي علي شامخاني الذي هو السكرتير المجلس الأعلى لأمن النظام قال يوم أمس في حوار آخر، قال أننا نحن نرى أن المشكلة الرئيسية لنا هي المشكلة السياسية الاقتصادية الاجتماعية في الداخل، ويقول أنه يجب أن نركز على هذه المشكلة. أيضا رحماني فضلي قال نحن قد تأخرنا 20 عاما لحل مشاكل البلاد فيما يتعلق بقضية الزلزال. أنتم تعرفون في المناطق المنكوبة بالزلزال أبناء شعبنا الأهالي هم يرددون شعار فليسقط هذا النظام، لأن هذا النظام لم يستطيع. دكتور زاهدي حتى استفيد من كل دقيقة معك، اليوم تطورات بشكل يعني كبير تجري في المنطقة، رحبتم كمقاومة إيرانية بالقرارات العربية الأخيرة التي صدرت من القاهرة، وأكدتم أنها تبشر أيضا بانتهاء هذا النظام. هنا أود أن أعرف منك ما أهمية القرار العربي الموحد بالنسبة لما تريدونه أنتم في الداخل الإيراني وكمقاومة إيرانية؟ نعم، كما تفضلتم، نعم هذا صحيح، نحن رحبنا بهذه الخطوة الجادة، لكننا ايضا اضفنا انه يجب اكمال هذه الخطوة بخطوات اكثر عملية. هذه الخطوات هي اولا يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من كل الدول العربية مع هذا النظام، الدول الاسلامية ايضا، لان الدول الاسلامية باجرها ايضا ادارت هذا النظام في مؤتمر اسطنبول وفي مؤتمر الرياض. فمعنى ذلك انه يجب قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع هذا النظام، يجب الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بصفتها الممثل الوحيد والممثل الشرعي للشعب الايراني، ويجب طرد يجب اتخاذ مستلزمات طرد قوات هذا النظام من مختلف الدول العربية، من سوريا، من العراق، من اليمن،
من لبنان من كل هذه الدول الميليشيات التابعة لهذا النظام. فمن خلال اتخاذ هذه الخطوات الجادة نعم يمكن أن تأتي الخطوات على مستوى الأقاويل التحدي الذي يلجأ إليه هذا النظام ضد الدول العربية الإسلامية. أنتم ترون أن هذا النظام لا يدخر أي جهد في 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 الحدث في بأمن باستقرار المنطقة، حيث أصنع هذا النظام العامل الرئيسي والرأي الأول للإرهاب، يصدر حروب، يصدر مجازر لمختلف الدول. كيف يمكن أن نواجه هذا النظام؟ يجب أن نتخذ خطوات عملية جادة لقطع عذر هذا النظام من هذه الدول، وأيضا الاعتراف بأحقية المقاومة الإيرانية ضد هذا النظام وبما يفعله هذا النظام حتى الشعب الإيراني. الشعب الإيراني وهنا سؤالي في هذه النقطة بالذات، تحدثنا عن هذه التدخلات الإيرانية في شؤون الآخرين في شؤون المنطقة، لكن لو تحدثنا قليلا كيف تنعكس هذه التدخلات على الداخل الإيراني وتحديدا الاقتصاد؟ أنا أقول لكم بكل وضوح أن هذا النظام مرشح للتغيير، يعني الإيران مرشح للتغيير، لكن يجب الاعتماد على أبناء الشعب الإيراني وعلى المقاومة الإيرانية. المقاومة الإيرانية الجاهزة، السيدة رجبي أعلنت مرارا وتكرارا أن هناك أولا يجب إسقاط هذا النظام، وبعدين إسقاط هذا النظام ضروري وممكن، وأن البديل جاهز، بديل منظم جاهز لملء هذا الفراغ. فمعناه أن في إيران هناك شعب يريد تغيير هذا النظام، هناك بديل جاهز لملء هذا الفراغ ولقبول المسؤولية. لذلك نحن جاهزون للتغيير، فيجب على الكل أن يركز على هذه النقطة، هذه النقطة الحقيقية في المعادلة الإيرانية. مع الأسف الشديد حتى الآن لم ينضج الموقف إلى هذا المستوى. تحدثتم دكتور زاهدي عن ضرورة مراجعة مجلس الأمن لما قام به هذا النظام خلال السنوات الماضية. أود أن أعرف منك كيف يقرأ اليوم المعارض الإيراني عدم التحرك دوليا، يعني انتهاكات بالجملة قام بها النظام، إن كان انتهاك للقرار 2216 في اليمن أو انتهاء القرار الذي يخص الصواريخ الباليستية. هنا أود أن أعرف منكم أنتم أيضا كمعارضة كيف تنظرون لعدم الرد الدولي. يا أختي العزيزة، إذا أردتم أن نعرف نحن كيف نرى الصورة فيما يتعلق في السابق، كيف استطاع هذا النظام يتقدم هكذا في المنطقة، وكيف استطاع من أن يرتكب هذه المجازر وهذه الجرائم ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة؟ لأنه مع الأسف الشديد الإدارات السابقة الأمريكية المتتالية جاءت لتنقذ هذا النظام من المشاكل التي ألمت به من خلال تحركات الشعب الإيراني، وبالعكس تماما غيرت المقاومة الإيرانية. أنتم تعرفون أنها وزعوا المقاومة الإيرانية في قوام الإرهاب. الآن أعتقد الصورة تغيرت، فهناك إمكانية التحرك، لكن نحن بصفتنا بلدان المنطقة وشعوب المنطقة يجب أن نعتمد على ذاتنا وأن نتحرك معا لمواجهة هذا النظام. إذا تحركنا، يعني إذا كانت هناك تلاغي بين دول المنطقة التي تعاني من هذا النظام وشعوب المنطقة أيضا مع أبناء الشعب الإيراني، لا شك أن هذا اليوم سيكون بداية نهاية هذا النظام، وسننتصر إن شاء الله. أكثر من مرة تحركات الشعب الإيراني، ذكرت أكثر من مرة تحركات الشعب الإيراني، هنا نود أن نعرف إن سيكون هناك خطوات يعني ستتخذونها في المرحلة المقبلة لتترافق مع الخطوات العربية والدولية التي تطالبون بها. نعم، نحن كما قلت نحن جاهزون. إذا تابعتم ما جرى هذه الأيام مثلا في المناطق المنكوبة بالزلزال، فنحن كنا في كل لحظة في كل المناطق موجودين، شبكاتنا داخل إيران جاهزة، كلهم منتشرون في مختلف مناطق إيران، وهم الذين يعطوننا بكل بأول بأول ما يجري في داخل إيران، فهؤلاء هم مستعدون. وأيضا ما كل ذلك، هناك كما قلت البديل جاهز، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بكل جسمه السياسي الذي يتكون من 25 لجنة، كل لجنة يعتبر
لوات للحكومة للوزارات للحكومة المعقدة. فمعنى ذلك البديل السياسي جاهز تنزيليا خارج إيران وداخل إيران، وهذا معناه أنه يجب المراهنة على هذه المقاومة وعلى الشعب الإيراني وعلى من يمثله في المقاومة الإيرانية. شكرا جزيلا للدكتور سنا برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على المشاركة معنا من باريس.